اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في يوم جديد، في حلقه جديده، في موقع جديد. اخوان اليوم بدنا نحكي احنا على البير التكنيزي، البير الروماني التكنيزي يا اخوان. تمام، راح نشوف اليوم بير يعني من احلى الابيار اللي موجوده، ماشي، والمتقنه والمرتبه والاشي الصح. تمام، الان اذا جينا حكينا عن بير راح نحكي عن اشي قريب، مش راح نحكي عن اشي بعيد يا اخوان. عن البير الروماني راح نحكي عن اشي قريب مش اشي بعيد. يعني هذا طبعا التكنيزي اللي بيكون مسكر يا اخوان، ماشي. شوفوا قديش الطمم، بس هذا هو، هاي مساحة الطمم، لا تتعدى النص متر يا اخوان، ماشي، لا تتعدى النص متر. شايفينها هاي، هذا البير اللي بيكون في مدينة، يعني هنا في مدينة تحت الأرض. تمام، هذا البير الارتوازي تبعها، لكن مش بير مي، هذا مش بير مي يا أخوان، هذا بير تكنيزي. شايفينه كيف بيجي؟ هسه راح ننزل تحت وراح نشوف إيش في عنا تحت، في عنا مفاجأة تحت يا أخوان، هسه راح نشوفها مع بعض ونشوف كيف بدنا نسوي. خلينا ننزل لأنه شايفين نزلتها كيف مشكلة. تمام، خليكم معنا. يعني هون انا في نص الطريق يا اخوان، لسه ما كملتش الطريق. شوفوا الطمم، طبعا هذا كله طمم، ماشي، تسكيرة البير نفسها، هذا كله طمم ومليس عليه تليس كامل زي ما انتم شايفين، وهي الطينة المليسة سموها طينة الحكمة، سموها ايش ما تسموها. تمام، هاي طبقة الطين المليسة هاي، يعني شايفينها، هاي هي الطبقة، شايفينها كيف تيجي هاي، زي الاسمنت يا اخوان، يعني مثل الاسمنت. هاي المكان هذا طبعا زي ما حكينا قبل هالمرة في الفيديو اللي قبل هذا، المكان هذا دخلت فيه اكثر من حضارة. تمام، دخلت اكثر من حضارة في هذا المكان، نحكي قاعدين على يهودي روماني وعثماني. تمام، خلونا نكمل نزلة وانتوا معانا، بس ان شاء الله ما نوقع. ايوه، طيب المفاجأة اللي راح نشوفها احنا هون، هنشوف مفاجأة انه ليش احنا سميناه البير التكنيزي، ما سميناه بير مي مع انه عالي، يعني طلع العلو تبعه. تمام، يعني هسه لو شفنا ابو عدي، ابو عدي، هسه راح نشوف ابو عدي، طلع ابو عدي وين، يعني بنحكي على 13 متر تقريبا، شايفين، وكله مصبوب صب كامل ومرتب وعلى كيف كيفكم. هذا الصخر اللي جنب، اشتغلوا الجماعة هون، فكروا انهم في سرداب، فكروا انه في اشي، دخلوا لكن طلع معهم تسكير مسكر صخر. بعد الصخر زي الاسمنت او طينة حكمة او اشي زي هيك، طبقة كبيرة، يعني احنا قاعدين بنحكي عن طبقة كبيرة تتجاوز 30 سنتي، شايفينها كيف؟ الآن ليش احنا سميناه بير تكنيزي ما سميناه بير مي؟ عشان هاي شايفينها كيف؟ طبعا راح أولع الإضاءة، أشغل الإضاءة الآن، هاي تشغيل. هلا بدنا ندخل هون، ماشي، طبعا هاي بتودي على بير ثاني لكن انردم يعني سكر. شوفوا يا اخوان، شوفوا الشغل المرتب اللي على كيف كيف كنت طلع بنا، هذا بنا حجر، يعني هذا حجر، شوفوا هذا حجر وهذا حجر، يعني هذا حجر هون وهذا حجر هون وهذا حجر هون وهذا حجر هون الى اخره، سووا اللي هي الدائره تبعت الحجار كامله. تمام، وبعدين ليسوها تليس مثل هذا، شايفينه طبعا هاي وين بتودي؟ بتودي جوا محل التكنيز اللي احنا حكينا عنه، هاي في تكنيز هنا جوا يعني بسم الله الرحمن الرحيم، شايفين يا اخوان، هاي في ابصر شو هذا، بسم الله هون، شايفين وين بتودي؟ على المكان ها. تمام، هسه راح نخش جوا شوي نشوفها كيف طلع يا اخوان، شايفين الروزنه
هاي الروزنة اللي هي فتحة التهوية للمكان هذا، شايفينها كيف مسكرة هاي، شفتوها كيف جاية. وهي البير الثاني، طبعا في بير ثاني هنا مسكر تسكير كامل، تمام. هذا هو البير التكنيزي يا اخوان، شايفينه تليس كامل، اشي مرتب يعني على كيف كيفكم. شايفين كيف يا اخوان، يعني بيجي العرض تبعه عرض كبير، يعني تقريبا في 4 متر تقريبا بالعرض، بارتفاع عالي نحكي على 13 متر تقريبا، تليس كامل على كل الجوانب، شايفين كيف تليس كامل، زائد مدخل لبير ثاني. هذا بير ثاني ومش بير، ومكان تكنيز هذا يا اخوان، هذا مكان تكنيز لكن معمول باحترافية شديدة جدا، معمول بدقة بطريقة تثبت انه في شغل. لكن هون خلينا نشوف، والله هاي هاي لازم نطقها، سامعين الصوت محلى، صوت بجنن يا اخوان. لكن هاي مبينة زي قطعة حديد، مش عارف شو هي. دقيقة خليك على التصوير، شوف قص العدة، شوفوا محلى، هذا قص عدة يا اخوان. شوفوا كيف الطينة مخلوطة بحصى صغير، مخلوط بإسمنت، مخلوط بشغلات. هي لسه بيطلع زي الطمم. هاي تكملة الصخر اللي موجود. شايفين؟ يعني هذا القوس اللي معمول هون هي تكملة الصخر تبعه، لكن حتى الصخر فيه فضاوة. شايفينها كيف؟ زي الاسمنت يا اخو. شايفينه كيف؟ هذا هو الروماني، البير الروماني، واتوقع الاتراك دخلوه، واتوقع كمان اليهود ما دخلوا، لكن الاتراك دخلوا هذا البير، واتوقع انه فيه سرداب ثاني من هذا المكان. خليني اشيك ما قطعتش انا في الفيديو. هذا هو المكان، طريقة البير جاي كيف؟ ها؟ البير كيف جاي؟ دوري هيك، هاي من نفس الدخلة ولا جاي على اليمين؟ دقيقة دقيقة شوف له عندك هون القصة. سمعين الصوت؟ اه خليكم معنا يا اخوان، خلينا نجيب بس اشي هيك ندق فيه. طبعا هو احنا يا اخوان طبعا فحص الفراغ من فوق اعطانا هذا البير، تمام، البير الثاني اللي هو من هون، واعطانا بير من هذا الاتجاه، لكن سرداب ما قدرت افحصه لوجود كثير احجار كانوا موجودات فوق، ما قدرتش افحص اذا في سرداب ولا لا، لكن اعطانا في اتجاه من هون. هسه لما دقيت هون فشكله في اشي حلو، في اشي مرتب. فهسه خلينا نشوف بس نحرر هاي المنطقة، نشوف شو في وراها يا اخوان. هسه راح نشوفها مع بعض عشان تقولوا انه بيشتغل ولا ما بيشتغل. هسه راح تبين معنا بالضبط ونشوف كيف. خليكم معنا يا اخوان.
الفرن؟ لا لا شايفين كيف بطلع الشحف؟ تطلع الشحف طلع شايفين كيف؟ أنا ليش بحفر في هاي المنطقة؟ لأنه طلع عندي فراغ، طلع عندي فراغ في المنطقة هاي. تمام إخوان. احنا ممكن نقول انه هذا الصوت يعني اللي بيطلع الدبه هي من صوت نفس التليس تبعتها، لكن صوت هون بيطلع فيه صدى وراه. بدها شغل. طلع عندي أنا في المنطقة هاي ماشي في فراغ، فراغ كبير يعني، في بير أكبر من هذا الموجود. تمام، بس في المنطقة الثانية سخرت، لكن منيحة. صخرة محطوطة حق هاي فيها صخرة محطوطة حق. لا لا يا اخوان، صخرة محطوطة حق مسكرة تسكير، شايفينها كيف هاي؟ هاي وراها فراغ. خلنا نشوف شو صار معانا، نشوف شو كيف الوضع. طبعا احنا زي ما قلنا هسه احنا كنا داخل بير روماني كبير. تمام، الارض تقريبا في 4 متر 4 متر ونص 5. تمام، الطول هاي بعد اي فوق زي ما انتم شايفينه، طول عالي. تمام، طبعا فحصنا على فراغ، طلع معانا الفراغ هذا اللي هو طلع معانا فراغ ثاني في المنطقة هاي، فلازم نعرف الفراغ الثاني هذا ليش مسكر عليه وشو وضعه، تكنيزي مش تكنيزي، لانه هذا البير اصلا احنا جواته هو بير تكنيزي يا اخوان. وزي ما احنا شفنا هون كيف فتحة الروزنة، كيف فتحة التهوي في المنطقة هاي، وكيف الوضع تبعها، وشو طريقة الصنع اللي هي احجار. تمام، هيها قص عدة، هاي احجار قص عدة محطوطة يا اخوان بالطريقة اللي هي تركيب كل حجر لحاله، تركيب كلها. تمام، والحجارة موجودة قص عدة ومليس عليها يا اخوان. تمام، هاي التليز تبعتها، هايها ليس عليها زي ما احنا شايفين، لكن قوية جدا تتحمل كل هالسنين هاي وتتحمل كل هالوضع هذا قبل ما نيجي احنا ونخذها. تمام، زي ما انتم شايفين ها. طبعا البوابة كبيرة يعني، البوابة اللي تحت ماشي، وهي السقف تبع البوابة هاد، وهي بوابة كبيرة وإشي مرتب وما عليها أي كلام يا إخوان. شكرا لكم للمتابعة في حلقة جديدة، في وضع جديد، في شغلة جديدة، في معلومة جديدة. تمام، بنستودعكم السلامة، ولا تنسونا من الاشتراك، ولا تنسونا من اللايكات، ولا تنسونا من التعليقات، ولا تنسونا برضو من تفعيل الجرس عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية، تستمتعوا معنا أكثر وأكثر. وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة إن شاء الله قريبا جدا. شكرا للمتابعة، أهلا وسهلا.